صلاح يجتمع مع ملاك نادي باريس سان جيرمان. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا وعودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين صورة جمعت بين محمد صلاح نجمنا المصري ونادي ليفربول الانجليزي والقطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. الصورة التي تم تداولها ترجع إلى ما بعد مباراة ليفربول أمام برينتفورد الذي خسرها الريدز في الجولة قبل الماضية من الدوري الإنجليزي، وتشير التقارير إلى أن قطر هي الأقرب لشراء نادي ليفربول الشهر المقبل، وذلك في صفقة ضخمة ستبلغ قيمتها بين 5 و6 مليارات جنيه استرليني أمام مضيفه برايتن ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاء الجولة 20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وخسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أمام فريق برايتون ب3 أهداف دون رد. وكانت هذه المباراة هي الأسوأ لمحمد صلاح، حيث شارك في التشكيل الأساسي للريدز واستمر في الملعب حتى نهاية المباراة. لمس محمد صلاح الكرة 39 مرة ومرر 17 كرة صحيحة من أصل 21 تمريرة بنسبة نجاح 81%. محمد صلاح مرر 3 كرات في الثلث الهجومي لليفربول ولعب كرة طويلة واحدة لم ينجح فيها، وسدد صلاح كرة واحدة طول المباراة وخرج من الملعب بنسبة أهداف متوقعة 3%. أخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.